كابتن سيد من وجهة نظرك يعني؟ اتحاد الكورة طبعا اتحاد الكورة مفيهاش هزار يعني، اتحاد الكورة مش طبعا. ممكن وخليني اخد انا الطرف الثاني، مش ممكن يكونوا مزنوقين في اللي بيحصل ده كله؟ بعيدا عن موضوع المؤجلات، ولكن هو شايف ان البطولة كانت بتخلص في 9-10 شهور، اللي هي بطولة دوري ابطال افريقيا وبطولة البطولة الكونفدرالية، بقت تخلص هتخلص في 5 شهور. المساواة في الظلم عدل يا اسلام. ماشي، مش دي مقولة بتتقال يعني؟ المفروض هو اللي اتظلم الاهلي بس. الاهلي بس بالارقام. انا لعبت 7 مرات مضغوط فرق زمني 3 ايام ولعبت ما بين المباريات الافريقيه عشان هو موسم استثنائي 4 مباريات. لعبت مع النجوم وسط مباراه جيما اللي هي كانت الاثيوبيه، كان يوم 14 ويوم 21، هي اتاجلت يومين بعد كده بس بعد ما لعبنا مع النجوم. يعني لعبت يوم 14 في برج العرب، ولعبت 17 فين؟ فين؟ لعبت 17 هنا في بيتر سبورت. يعني 14 في برج العرب و17 هنا. اوكي؟ وبعدين لعبت 2 مع سيمبا 2 فبراير في برج العرب، وبعدين لعبت 5 فين؟ في بيتر سبورت. في بيتر سبورت. وبعدين لعبت ما بين 5 ل 8 في السلام، وبعدين لعبت من 5 من 8 من 8 ل 12 في دار السلام. اوكي؟ وبعدين لعبت من يوم لعبت يوم 10 مارس او 10 ابريل اسف، ولعبت يوم 13 ابريل مع سان داونز. وفي بدايه البطوله كنت لعبت جاي من تونس يوم 17، انا جاي من تونس تخيل، جاي من تونس مع الترجي يوم 17 اغسطس، وبعدين لعبت هنا وادي دجله يوم 21، ولعبت حرس الحدود يوم 24. انت ما كانش فيش رحمه بالنسبه لي، ما كانش فيه رحمه. خلاص كله ورا بعض، كله ورا بعض.